نحن تزوجنا قبل 20 سنة وعندنا 7 من الأولاد، وسنحتفل بزواجنا بعد أيام قلائل إن شاء الله. وإن كان رئيسا للجمهورية فسيظل أمام الناس وأمام المجتمع صغيرا. في التاريخ كله ما أحد عندما تزوج كان يعني يعمل الحفل هذا مع زوجتين في وقت واحد. الشيخ زعيم في اليوم. أهم شيء يمتلكه الإنسان هي الأخوة والصداقة والمحبة. الزواج الكبير أو الأكبر هي عادة قمرية يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، ويتمحور في أن الزواج في جزر القمر ينقسم إلى قسمين، فيه زواج أصغر أو الزواج الصغير والزواج الكبير أو الزواج الأكبر. والزواج الأكبر هو موضوع حديثنا، هو عبارة عن سلسلة مراسيم التي تتم في حفل الزواج من أول ما تبدأ الخطبة إلى أن يتم الزواج، فهي حفلات لا تتم في مرة واحدة ولا في يوم واحد، وإنما سلسلة إجراءات وحفلات وولائم، ونعرف متى تبدأ ولا يعلم متى تنتهي. وهذا الزواج أنه يمكن أن تتزوج الزواج الصغير ثم تجلس بعد 2 أو 3 أو 10 سنوات أو 20 سنة وثم تعلن عن الزواج الكبير من الزوجة الأولى أو من زوجة جديدة. كل ما هنالك ينبغي لكل قمري وخاصة أهالي جزيرة القمر الكبرى لابد أن يتزوج الزواج الأكبر الزواج الكبير لكي يحتل أو يتبوأ المكان اللائق في المجتمع. وأي قمري لم يتم الزواج بهذه العادات ولم يعلن عنها ولم يقيم هذه المراسيم فمعناه وإن كان رئيسا للجمهورية فسيظل أمام الناس وأمام المجتمع صغيرا. الهدف المأمول الواحد يتزوج بطريقة الزواج الكبير ما هي إلا فقط عملية ترقية في المجتمع، كما يحدث في حفل الزواج الوزير يحيى محمد إلياس، رغم أنه تزوج قبل 20 سنة ولكن مضطر أن يتزوج بنظام الزواج الكبير بسببين. رغم أنه ترقى مناصب عليا سياسية وحكومية، ولكن لابد أن يكون له مكان مميز في المجتمع. أولا هذا الترقية، وثانيا يفتح له يفتح لإخوانه الصغار مجال حتى يتزوجوا لهذا الزواج الكبير. كما يسعى الرجل القمري إلى القيام بالزواج الكبير، فكذلك المرأة القمرية هي تسعى إليها أكثر منه، وهذه للاحتلال المكانة الاجتماعية والمفخرة الكبيرة في المجتمع. والسلام هذه هي زوجتي الثانية والتي تزوجتها في العام الماضي. الحمد لله بعد سنة الآن نعمل الزواج الكبير، وهو طموح لكل قمري وقمرية يعني. والآن يعني كما ترون نحن في بيتها، إن الأهل للزوجة هم الذين يقومون بإعداد البيت وتجهيزه
وتلاحظون هنا الآن هذه التجهيزات واستعدادات ليوم الزواج. نشكر من يزيمو أنا كنيعارية راح كرتفني معها يوازا شو من يزيمو جايليا بعد معها كوتكليزو يمهارية هنغو نريهو من يزيمو جرت مسخيري هنا من رهاندا من يزيمو جرت مسينزون عمينا فرها كو أنا وكم روح سفنيه يندول هما داينو أبو يوكازي نغوزاي كيكوموريا هاتو أبو من روح سانجي نبلاسي harumo mji harumo yensi nge ndumwa mandazini nga zinjibiza nga minafurahara mire fami ruwa na amaru andupi ya nga rijibiwa uswafi ndanda vunzi kuhuna una kantina mina nijibiwa من الأشياء الأساسية في استعدادات الزواج تحضيرات ملابس العريس، وهي تتم من قبل العروس، هي التي تصنعها في الزواج الكبير، ولكن هذه مناسبة خاصة لأنها تتم من قبل عروسين لمناسبة أستاذ يحيى. يا مرحبا يا مرحبا دكتور حسن، السلام عليكم. حياك الله. حياك الله العروس. حياك الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا سيد الوزير، حياكم الله سيد الوزير الاستاذ. لا الان خلاص اكون الزواج الكبير. اهلا باستضافه كثير الان الان من استاذ ووزير الى 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 عريس الى عريس. الزواج الكبير في جزر القمر هذه كأنها محطة لا بد منها في حياة القمر. يمر بهذه المحطة لأن يمكن أن تسد عليه بعض الأمور. يعني مثلا أنا بفضل الله درست في المدينة المنورة وتخرجت في الجامعة وعندي ماجستير الآن في اللغة العربية، وتقلدت منات السبي وزارية وزير العدل والشؤون الإسلامية وزير التعليم العالي. لذلك أنا استغربت يعني لماذا يعني إلى أين تريد أن توصل؟ وزير التعاون، ولكن هذه هي سلطة، السلطة الاجتماعية وقوة. أيوة. قوة السلطة الاجتماعية وضغط الاجتماعي، ما في حيلة، لا بد منها منها. وثم إذا حفل الزواج الكبير على شكل الموت يعني. شئت تبقى بيت لا بد تمر فيه باب ولا بد تشرب من هذا الكاس. أما ده اللي مناو كايا نسهر مزما شغولي زي كيكومور زهاتو على فو بنو بهنا بوراندي ساو ريكا هرمزي هازي ريكا و هانزر وهيني مبا كاين سيندي ورا كاوانشي شار كاوانشي مبا نيندو جينا بهاري نارنزوري وهيني مبا يا سايا على فو رسا هانغا سهر مزي هازي راكا جاتي مونغا مناو هتو هالا راكا رجهالا بيا شارانديسا ان شاء الله وجيوني نيو ندورجو تيميز. هذه العادات والتقاليد أصبحت عبئاً ثقيلاً على المواطن القمري، فالقمري أينما كان وأينما حل وإنما يسعى دائماً لإتمام هذه العادات وهذه التقاليد. ومن هنا إذا تم هذا الزواج، الزواج الكبير، يصبح الإنسان ذا مكانة كبيراً في المجتمع، ويسمح له في نفس الوقت بلبس الملابس التقليدية من عمامة وجبة والدقلة وغير ذلك من الملابس التقليدية التي يمنع للإنسان لباسها إذا لم يتم هذه المراسم الزواج. الزواج الكبير مكلف جدا في جزر القمر، مكلف جدا، ومن غرائبه أنه لا يستطيع أحد أن يحدد أني سأنفق كذا مليون لزواجي. ما يستطيع أحد يضرب الميزانية، وإنما يعني الأمور نفسها تجر بعضها إلى بعض. لكن
في الغالب يعني الإنسان يقضي سنوات، بعضهم يذهب إلى فرنسا ويشتغل ويدخر 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات حتى يأتي لأسبوع يكمل زواجه. لا يستطيع أحد أن يقدر إلا في اليوم الأخير، في اليوم الأخير ليرى يعني. وبعضهم حتى بعضهم يرفض أن تقول له عمل لي حساب كم أنفقتها، يرفض لأن هذا الكلام لا يدخل. وإنما المهم في الموضوع أنه أحيانا قد يصل إلى يعني 20,000 يورو 20,000 يورو 15,000 يورو 30,000 يورو، بل منهم من يتجاوز هذا المبلغ بكثير يعني. إذن فنحن إن شاء الله نكون معا نشارك كمان، لأن كل واحد حسب ما استطاعته في من سيساهم الفلوس، في من سيساهم الملابس، في من سيساهم استنداد، في من سيساهم استنداد للبيت. وإن شاء الله نحن نكون معا لنشارك كمان في هذه الاستندادات كلها إن شاء الله من يوم غادي. أنا أشكركم يعني، وأعرف مشاعركم وأقدر جهودكم وتحرككم لكي تأتوا إلينا وتعرفوا ماذا عندنا وتشاركوا معنا هذه اللحظات الفرحة التاريخية بالنسبة للإحسان القمري، فهذه مساهمة نفسها. أخباركم قريبا إن شاء الله. إن شاء الله خير. سلام. سيبدأ الآن الخطوة الأولى في موضوع الزواج القمري. العادة أنه يبدأ بتوزيع مواد غذائية وأموال على الأهالي والقرية، وهذه تسمى باللغتنا الجيليو. لكن في اللحظة الأخيرة اتفق الأهالي على أنه بدل توزيع مواد غذائية سيوزعون مبالغ مالية تخدم الصالح العام في القرية، منها المشاريع، المساجد والمدارس والخطو والإنارة والنظافة، وحتى في الرياضة أيضا. الرياضة لها نصيب في موضوع الزواج لا تنسى. فإن شاء الله الآن سوف يبدأ المتحدث الرسمي باسم أهل بيت العروس الأولى، وبعد الأولى سنذهب إلى الثانية، ثم سنختم ببيت أهل العريس اللي هو المتحدث أمامكم يحيى محمد إلياس. بسم الله الرحمن الرحيم. مدني قارن شكرني أو أمجي روسيه أيضا. هايزو أباها وليون دندول لا يبري هنداني لا يبرى فاسا أبا سينو أمونو فراها هكو هكو أو كيابا سنبوني جوا وين غرفانيا وجه إبانو رانديسا إنجيني غرفتها إنجيني شي هنداني نجاكو جوا مبانو حتى كهنداني تكا تندوغن دونغو زندولة تندوغو زكرو هوني هنغو حتى كينيومي تكا مهارا alafu abahanga mono kayiri amone furaha ngebenu hawo haku haku rahani handani nahnu al'an amama bayt az-zawja al-thaniya wa satabda marasim إعلان الجليو الذي هو توزيع أيضاً الأموال للمشاريع العامة، وعلى بركة الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا مولانا محمد وتكفره عالم سيذكيري هكدرام أمغو مكبرم جمش بما له يا أستاذ يا حلا محمد إلياس. هذه الخطب التي تلقى تذكر باختصار مناقب أهل كل عروس،
والشخصية التي تمثل العائلة كلها الآن. تفصيل كل هذا الكلام سيكون يوم الأحد. بعد هذا يبدأ توزيع أموال حسب العادات. الإنسان عندما يخرج من كونه شيء اسمه نامجي، يعني ولد القرية، يعني لسه ولد حتى لو عنده 30 من الأولاد لكن ولد، ويصبح الشيخ يحق له أن يلبس هذه على كتفه، يخرج شيء اسمه مي. مي هو أصل الكلمة لغويا ضرب كف، لكن معناه هنا كأنه يضرب الطفولة بالكف ويطلع فوق يلحق بركب الكبار. يا شيخ هذا اليوم، هذا زعيم، الشيخ زعيم في اليوم، يا يا محمد يا اليوم هذه البداية، والجميع شعر بأنها بداية طيبة، بداية طيبة، وهي تعلن إن شاء الله بنهاية أطيب إن شاء الله تعالى. الجديد في الموضوع جديد أنه في التاريخ كله ما حد عندما تزوج كان يعني يعمل الحفل هذا مع زوجتين في وقت واحد. حتى لو تزوج أربعة يعمل الحفل الزواج الكبير مع واحدة منهم، لكن نحن عملناها للثنتين. أنا متزوج ثنتين، وسلام الاحتفال كله مع زوجتين في وقت واحد. ولذلك بدأنا بالزوجة الأولى والثانية وأنهينا هنا في بيت أهلي مع أسرتي المحيطين بها، هؤلاء من الأسرة والأصدقاء، هؤلاء جميعا. من أهم التجهيزات التي تقوم بها المرأة القمرية عند الزواج الكبير الزينة، وهي أنواع كثيرة جدا. ونحن عندنا هنا من أبرز الأنواع في جزر القمر المعروفة المشهورة، هذه تتكون كالآتي، تسمى مسنزان. هذه عبارة عن نوع من الحجر التي نستوردها في البحر، ثم هذه الحجر كبير تتكون كهذه، ونأخذ أشياء بسيطة جدا تسمى ومبيجة. هذه النوعية نخلط بالماء أو بالنرجيس المخلطة بالماء الضخم، ثم نستعملها هكذا وندير حتى تصبح كشيء ضخم جدا. ثم بعد ذلك نأخذ ونزين المرأة حتى
تصبح مجفف، ثم بعد ذلك بعد أشهر وبعد أيام تصبح على وجهها لمعان شديد وابتسامات تظهر في وجهها. لماذا؟ لأن هذه الزينة بدأت تظهر وتبدو جميلة جدا، وكل ما تراها تراها وهي كأنها قمر يطلع في وجهها. هناك من تستغرق تجهيزات الزينة قبل 6 أشهر، وهناك من تركزون في قبل 3 أشهر، وهناك من يتركون إلى قبل أسبوع من بداية هذا الزواج ثم يستعدون بهذه التجهيزات. فباختصار حسب المكان التي تحتلها صاحبة الزينة، ظروف مادية. جما لا لا فخاري وكوهر مش كمري شهاتو ينو مانغو نملا فو لا فخاري لا هي كمري هاتو ينو لبنجاتي تاوزا هاو ممدو ما هانغو من تشي لا فو جما لا وجيسا هاو كايا ومدو ميوى مارنغو يلي هو تنغويني يا جاجي هندو كايا ومو وجيوى ومونه يلي ومو جواب وماتو مانغالي هاو مشيلي زلكا ونويا كاو ومبيا haufanya mahaba ya uzidi umanza na kejaka banu lewondo rakaujari mfanya mahaba bukozi nuzitanganya wana mahangu wonsi pia wajomba hangu wadada hangu watanganya wonsi pia hautanganya wafanye hedinu hahumfurahisha na humfanyia mahaba beshe yoke jatongeza ukaya leo kaja hakaja luola haluola na raga na kinyumelazi nupia banu baada banu rimfanyilia kausi zimfanyilia mahaba ya kweli noke jamzia ya keka dola. الجاليك واحدة فعاليات حفلة الزواج الكبير، ودائما بتحصل في أواخر أيام الأسبوع الأول. وكما لاحظتم في لباس متميز، وفي الذين عملوا الزواج الكبير عندهم لباس خاص وتكون في مقدمة الدفان. والمجموعة الثانية هم الشباب، حتى لو تزوجوا ولكن ما دام تزوجوا في بنظام الزواج الكبير لباسهم بتختلف عن لباس الرجال الذين تزوجوا بالحفلات الزواج الكبير حتى ولو كان صغير السن. في بعض المدن الجاليكو مختلطة بين الرجل والنساء،
ومدن أخرى في منفصل، مثلا في مدينة سجيني وهي مدن من إحدى المدن التاريخية دينية في جزيرة القمر الكبرى، يعني هي في يوم للنساء ودائما تحصل يوم الخميس، وفي يوم للرجال ودائما تحصل في يوم الجمعة. كما لاحظنا أيضا أستاذي يحيى محمد إلياس هو كطالب العلم لا يعني لا يشق في أثناء فعاليته ما عمل الجاليكو سواء للنساء سواء للرجال، أما في مدينة أخرى بتعمل. إذن هي تختلف من رجل إلى رجل ومن مدينة إلى مدينة. الجاليكو النسائي عبارة عن تجمع النساء والأمهات على وجه الخصوص، وتضعن أجمل ما تملك من الثياب الجميلة والمجوهرات الحسنة الرائعة، ثم تقمن بصفوف، وهذه الصفوف لها رقص معينة تقدما وتأخيرا حسب واحد اثنين واحدة اثنين. وهذا اليوم يعتبر من أهم الأيام التي راسخة في أذهان النساء لما تبدين من أفراح ومن سرور الخاطرة والجائلة منذ حقب في أذهانهم. عملية إعداد الوليمة هي حقيقة تقوم بفترة طويلة جدا، مثلا ما يقارب الأسبوع، وتتم توزيع المواد الغذائية إلى الجيران وإلى أهل العريس. الإعداد تقوم الجيران والأهل كلهم من الأمهات والأخوات لإعداد الطبخ من ليلة الخميس، وتتواصل العملية صبيحة الجمعة. أدينا صلاة الجمعة هنا في المسجد، وكما لاحظتم الترتيب في الجلوس على أن الذين هم في الصف الأول هم الذين تزوجوا الزواج الكبير، وبالإضافة إلى العلماء. ولذلك أنا لكوني من طلاب العلم جلسنا في الصف الأول بهذا الاعتبار فقط، وإلا الصف الأول مخصص للناس الكبار الذين تزوجوا الزواج الكبير. الجمعة القادمة سأكون في الصف الأول لكن بملابس أخرى، يشعر كل ما يراني بأنني خلاص قد عملت الاحتفال بهذه المناسبة والاحتفال بالزواج، عمامة وجبة وأيضا الشال الكبير على الكتف أو بغيرها من الملابس المخصصة لهذا النوع من أو لهذه الطائفة من أهالي جزر القمر. نحن اليوم في يوم السبت ويوم الذروة بالنسبة للحفل الزواج، وهذا اليوم يبدأ الناس يفدون إلى القرية من القرى البعيدة والمدن البعيدة، والنساء غالبا يأتون في الصباح
والرجال سيأتون بعد الظهر العصر إلى أذان العشاء، وبعد صلاة العشاء يتم الاحتفال بالمجلس. نعيش الآن لحظات مجيء الأمهات من القرى والمدن المتنوعة لا لشيء سوى التهنئة وإبداء الفرح وإبداء أنهم يتشاركن معهم من أجل التشجيع والتعاون والتضامن. وبالنسبة للعروس هي لا تعلم شيئا بمناسبة خدوم هذه الأمهات، إلا أن أهل العروس هي التي تقوم باستقبال هؤلاء الضيوف، والمعلومات مواصلة من أجل أهل العريس إليهم. كنا نبي هاو شمال تاو تبي ما بيش يعني داكو إن شاء الله. نعم نحن في حركة ونشاط. العريس في يوم الاحتفال بالزواج لا يجلس ولا يهدأ، وإنما العروس هي اللي تبقى في البيت وجهزونها ولمعونها وحنوها، لكن العريس يتحرك. أنا الآن في اتصالات من شركة الكهرباء حتى أطمئن على أن الكهرباء ستوصل في الوقت المناسب. هذا هو المكان المعد للاحتفال بمجلس الدعاء وإلقاء الكلمات والأناشيد كذلك. والكراسي هذه كلها يعني المخطوطة يعني في حدود 2000 كرسي، لأن المدعوين ينتظر أن يزيدوا على 2000. هذا المكان الذي ليس فيه شيء الآن، هذا هو المتروك يعني معد للعريس وأعز الأصدقاء والشخصيات الكبيرة التي ستحضر. ترون هنا يعني بحيث كل مجموعة أيضا ترى كل ما يحدث في الاحتفال، ولذلك اخترنا هذا المكان الذي وأصله يعني ملعب كرة قدم، ولأنه المكان يسع الجميع ويمكن أن يستوعب أكبر عدد ممكن من المدعوين. كما نلاحظ هؤلاء أعيان ووجهاء هذه القرية كلها، وليس بالضروري أنهم أصدقاء أو أقرباء ليحيى محمد الياس، هم كل أعيان ووجهاء هذه القرية، ويجهزون أنفسهم ويدون أنفسهم لاستقبال الضيوف من القرية من القرى المختلفة الذين سيتفادون لمناسبة هذه الحفلة الزواج الكبير، خاصة يوم السبت بالليل من إحدى الفعاليات الكبرى هي مجلس الذكر. يحيى يرسل إليهم قائمة الضيوف، سواء كان الضيوف منفردين أو سواء كان الضيوف من قرى مختلفة. كل سيارة إنما تأتي أكيد السيارة هذه جاءت من قرية فلان، هذه القرية سينزلون في بيت فلان. إذن على مسؤولة هؤلاء الأعيان يرسل الشاب مع العربية لكي يوضح له البيت الذي سينزلون فيه. هكذا الآن ترون الوفود تصل إلينا تترى، ينزلون من السيارات من القرى ومن الشخصيات الرسمية، شخصيات الدولة، رئيس البرلمان، أعضاء الحكومة، أعضاء المحكمة الدستورية، كلهم وصلوا، يأتون فرادى، يأتون جماعات، ونقترب من ساعة مجلس الدعاء. وهكذا ترون النشاط والحركة وتداخل الناس بعضهم في بعض، فرحة عامرة جدا في القرية. جماعة في فرنسا، جماعة في الدول العربية، جماعة في داخل جزر القمر، لكن لم يستطيعوا الوصول فيتصلون يهنئون ويباركون ويعتذرون عن عدم الحضور، وهكذا يعني. فالتلفون لا يفارق أذني. مزعج وجيد يعني في وقت واحد، فهو جيد لأن المشاعر متبادلة، ومزعج لأنه أحيانا يكون أعصابي مشدودة لأمر ما ثم يحولوني للأمر آخر. داكور
بعد قليل ستبدأ جلسة مجلس الذكر. ومجلس الذكر هذا يعتبر أهم فعاليات في حفلات وفعاليات الزواج الكبير، وتفاصيلها كما يلي. دائما كل حفلة ذو علاقة دينية عند القمريين يبدأون بافتتاح بآيات من ذكر الله الحكيم، ثم كلمة الوعظ والإرشاد من قبل أحد كبار العلماء البلد. وبعد هذه الكلمة الإرشاد والوعظ يقوم بدعاء، ومعظم الدعاء بدعاء في تفاصيل أسماء الله الحسنى. وبعد الدعاء الشباب يضربون بالدفوف، وليس رقص ولكن دفوف وكزف. Bonne harusi, Seigneur Katizinu, Kahisa Hariwasuli. Nae Harawa Noahahe, Rahule Rwakarimu, Rwanda Noahe, Re Raisi, Wazir Yahya Mohamed Idias. عشرون عاما من الزواج خلف سبعة من الأولاد، وها هو نحتفل به اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أنا لا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي وفرحتي بالوصول إلى هذه المرحلة والخروج منها سالما وغانما أيضا. الخروج منها سالما غانما لأنني شاهدت هذا الجم الغفير الذي حضر وخرج أيضا بالسلام، وعاش في القرية بسلام، وأيضا فرح معنا وتبادلنا التهاني كذلك بهذه المناسبة، فهي فرحة عظيمة جدا، عظيمة لا توصف. في العادة ليلة الأحد العريس يبيت مع أهله استنداداً لصبيحة الأحد، حيث سيزف إلى بيت العروس كأنها يعني حفلة زواج جديد. إذن أستاذ يحيى سيزف من بيت أهله إلى بيت العروس، ويعتبر وتقريبا آخر فعاليات حفلات الزواج الكبير. حفل الزفة بدأت بإحضار أهل العروس للملابس كما رأيتم وشاهدتموه، خاصة الملابس التي سوف يلبسون العريس الآن. وعندما وصلت إلى هذه البيت وكان كلمة مناسبة أو كلمة الوكيل لأهل العروس، ألقى كلمة مفاضلة ومناسبة، وأيضا تم الرد من قبل أهل العروس تفضلا وشكرا وحمدا لله ما عمل هذه العروس. والآن سيبدأ الزف من أهل العريس إلى العروس. يا
انتهينا من المرحلة الأولى، فلبست ملابس الزوجة الأولى وذهبت إلى بيتها وصارت المراسيم، والآن ألبس ملابس الزوجة الثانية وننطلق إلى بيتها بعد قليل. هم هو هم توتو ونرون الجزينو هاي نمر السلام روشا مرحبا ومقوهات نازي جوهنا مرنقل روهو روهتو توهانو انزيب فيا بوانا كم جوم جاجاو شاهدنا الآن يذكرنا أحد الشعراء المتكسبون في عهد الجاهلية من العرب، وربما هذا يعني يذكرنا أو ما يذكره دائما التاريخ أن ارتباط تاريخيا بين الشعب القمري والأصل العربي. وما يحدث ماذا؟ يخرج واحد من أعيان العروس يتحدث عن مناكب العروس وتاريخ أسرته وما حملوا إلى بيت العريس، وأيضا يكون هناك الرد من قبل أحد عيان العريس، ويذكر أيضا مناكب العريس وتاريخ أسرته وأخلاق العريس. وطبعا كل ما زاد الشاعر يتقدم ناس الحماسة لتقديمهم إلى تقديم الأموال. الحمد لله، ها نحن وصلنا إلى النقطة الأخيرة من الاحتفال بالزواج في جزر القمر بمناسبة زواجي أنا شخصيا، وأنا أشعر بسعادة لا توصف على الوصول إلى هذه المرحلة بسلام، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. وأيضا أحب أن أقول أن هذه الملابس التي لبستها هذه بالمناسبة هي لا توضع الشال فوقها أبدا، لأن هذه قمة في الملابس هنا، إذا الإنسان لبس هذه فلا يجوز له لا شال ولا غترة ولا أي شيء فوق، لأن هذا ما يرفع فوق ما يعلو عليها شيء. السلام عليكم وانقوا يا جمشون نينو متى سيروا من يكفوا يقول أبيني يا جم ماسا دي يوسف يا جم شاهم أنا وإما زكية يا جم مزاها هم عبد العزيز يا ما شباب يا ما جاني وكا أستاذ يا هيا محمد إليه عادة القمر بعد الوصول إلى هذه المرحلة أحياناً يتعالى على بعض الناس ويترفع يرى أنه خلاص وصل إلى القمة في المكانة الاجتماعية في المجتمع، وزوجتي تتعهد وتدعو الله أن يوفقها أن تبقى أيضاً متواضعة ومحافظة لعلاقاتها مع صديقاتها وأخواتها، وأنا أتمنى ذلك أيضاً لنفسي. الحمد لله،
الذي رزقني هذه الزوجة الحنية الشفوقة العطوفة الصبورة، فهي رفيقة الدرب منذ 20 سنة. حلفو أبا هنغري جو غري جو فما نوفرهين رون 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 رو ومغيا جنليا را زوا سليبانو زوا سليهن نمنهينو. أهم شيء خرجت به بعد الاحتفال بالزواج على أن الإنسان لا يستطيع أن يضبط ميزانية لها، وإنما يستعد للإنفاق. درس آخر أخذته على أن هنا في جزر القمر أهم شيء يمتلكه الإنسان هي الأخوة والصداقة والمحبة.